صابر إمداني الكاتب الوطني لاتحاد الوطني طلبة المغرب، نحضر اليوم في هذه الوقفة لندعم ونتضامن مع إخواننا طلبة الطب الذين يخوضون هذه المعركة التاريخية البطولية التي قادوها بكل تعقل وبكل حكمة وبكل رزانة. نحن معهم الآن لأنهم جزء من الحركة الطلابية، ندعمهم لأن ملفهم ومطالبهم مشروعة وعادلة، ينبغي أن تتفاعل معها الدولة بسرعة وبتعقل وب تغليب لصوت الحكمة وليس صوت القهر والتنكيل والقمع. نحضر معهم اليوم لأنهم تعرضوا لأشد أنواع التنكيل حينما تم اعتقالهم وتمت متابعتهم بتهم ظالمة، لأنهم خرجوا بصوت واحد يدافعون عن جودة التكوين الطبي، يدافعون عن التعليم العمومي، كون الدولة تسعى بكل الوسائل لتخصص هذا القطاع وتجعله يعني فضاء تتصارع فيه اللوبيات. فبالتالي نحن اليوم نحضر مع بالمنطقي الواجب، واجب علينا ان ندعمهم، واجب علينا نقف الى جانبهم باعتبار هذه المعركه معركه تهم كل مكونات الحركه الطلابيه، تهم كل مكونات الجامعه المغربيه، تهم كل مكونات الشعب المغربي. ينبغي ان ينخرط الجميع في نصره هذا الطالب اليوم امام واحد الاله قمعيه تريد وتتربص بهم وتريد تصفيتهم. ابتدأوا باغلاق مكاتبهم، بطرد الطلبه المسؤولين، بترويج الاكاديم في الاعلام وفي قبه البرلمان. اقل واجب ان نقف معهم، اقل ما يمكن نقدم لهم هو ان نبرز الحقيقه، ان نكشف الحقيقه بان هؤلاء الطلبه لديهم من المعطيات ولديهم من 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 يعني من 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 المعلومات الدقيقه ومن التقييم الدقيق ليدافعوا به عن ملفهم الطلابي الذي بشكل منطقي ومقبول ومعقول ينبغي ان تتفاعلوا الدوله بسرعه لتتدارك هذه الازمه وتنقذ هذه الثانويه، لانه الطلبه ما الذي اخرجهم هو حبهم للوطن، حبهم للتكوين، ليس الازمه وليس التأزيم وليس البحث عن 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 يعني الاحتجاج. الاحتجاج الاصل هو الوقوف يعني جنب الى جنب مع كل الداعمين والمتفاعلين مع قضايا الجامعه من اجل تحسين الجامعه من كل هذه المخططات التي تستهدفها. مروان بكار رئيس مجلس طلبه الطب والصيدله بالمغرب وبوجده وعضو في اللجنه الوطنيه طلبه الطب طب الاسنان والصيدله بالمغرب. فاليوم هاد الطلبه كيتواجدوا في وقفه اخرى باش يعبروا على الاستياء ديالهم لما قالت عليه الاوضاع. فمن بعد 10 اشهر من هذا الماراثون النضالي هذا الطلبه كيحملوا مسؤوليه تامه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لما قالت عليه الاوضاع. ففي الوقت اللي حنا كنا كنطرقوا جميع ابواب الهيئات السياسيه والحقوقيه من اجل انفراج الازمه لا غير، فالطلبه فالوزير المعني سد باب الحوار لمده ازيد من 5 شهور، طرد الطلبه، فرق الاصفار على الطلبه، وكما شفتوا في 25 سبتمبر وصلت به الامور لان اعتقل الطلبه. فاحنا هنا باش ناكدوا على اننا مستعدين اننا نساهموا في اي نقطه في الملف المطلبي ديالنا ما عدا نقطه واحده التي لا نقاش فيها، لان نقطه 7 سنوات هي التي تضمن الجوده ديال التكوين ديالنا وبالتالي تضمن الصحه ديال المواطن المغربي ديالنا. وما يمكنناش اننا كاطباء نساوموا بالصحه ديال المواطن المغربي. فالهدف ديال المهنه ديالنا ومن المبادئ ديال المهنه ديالنا اننا نخدموا المواطن المغربي ونخدموا الشعب المغربي اللي هو فوق راسنا ونخدموا البلاد ديالنا اللي كنبغيوها. اليوم احنا جينا يعني كقطاع طلابي للتقدم والاشتراكيه في اطار تضامن ديالنا والمواكبه ديالنا لهذا اللي احنا ما اعتبرناش فقط ملف بل هو قضيه اللي دامت تقريبا سنه من الان. جينا ايمانا منا بالحق ديال الطلبه وطالبات ديال الطب والصيدله على انهم يكون عندهم تكوين طبي وصيدلي يعني في المستوى العالي يرتقي المعايير الدوليه. وكذلك يعني احنا في القطاع الطلابي قمنا يعني مجموعه من المبادرات من اجل حل حالات الملف، لكن الوزاره يعني ابت الا ان لا تستجيب لهذا يعني المطالب. ولذلك حنايا اليوم في يوم صباح يوم السبت
جينا يعني بكثافه ويعني كقطاع طلابي يعني من جل مدن المغرب باش اننا نقولوا الكلمه ديالتنا وفي اطار تضامن مع هذه القضيه العادله، وكذلك يعني باش نقولوا ان الطلبه والطالبات مازال كاينين حاضرين ومازال يقدروا يقولوا لا، وان هذه الحكومه هذه يعني لا تستجيب للمطالب الشعبيه، ماشي فقط الطلبه والطالبات بل يعني العديد من الشرائح الاجتماعيه. اليوم كنشوفوا طلبه ديال الطيب، كتاب الضبط، المحامون، كل شيء واقف كيقول لا لهذ الاصلاحات اللي بين قوسين، لانه كل وزير كيجي باصلاحات، كيجي وزير اخر كيفيق الصلاح وثاني كيجي باصلاح اخر. حنايا جينا اليوم بغينا نقولوا مرحبا بالاصلاح، لكن مع اشراك طلبه والطالبات، مع اخذ بعين الاعتبار يعني الكلمه ديال الطلبه، خصوصا وان السيد الوزير جاب لو باكت اسري وكان اللوغو ديالو هو اذن، لكن هذه الاذن هذه لا تتجسد يعني على ارض الواقع. يعني اللي جاوا وعبروا عن المسانده ديالهم يعني لمطالب الطلبه والنضال الذي خاضه الطلبه. فاليوم يعني كنعاودوا ناكدوا انه نضال الطلبه هو ماشي نضال فئوي، هو نضال من اجل طبيب جيد، من اجل طبيب اللي غادي يمشي غدا للسبيطار المواطن خصو يلقى طبيب كوف، خصو يلقى طبيب عنده معايير يعني دوليه اللي يقدر يداوي بها. فالهجره ماشي هي السبب، كون كانت الهجره هي السبب فاحنا قادرين نهاجروا في وسط يعني التكوين ديالنا، وقبل ما ندخلوا فالاغلبيه ديال الطلبه هادو يعني تكونوا في يعني وتقبلوا في اعلى وارقى المعاهد في الخارج، ولكنهم رفضوا انهم يمشيوا وبقاو باش يخدموا المغرب وباش يعني يحافظوا على المنظومه الصحيه في المغرب ويحسنوها. فاذا بهم كيتعاملوا هذه المعامله يعني اللي صراحه يعني لا تشجع بصريح العباره الطالب على انه يبقى. فحنايا كنطالبوا المسؤولين انهم يعني يحكموا لغه الحوار، لغه العقل، لغه يعني ديال الحل وماشي لغه ديال تعميق المشكل. فغلق باب الحوار هو جزء من المشكل، توقيف الممثلين هو جزء من المشكل، اعتقال الممثلين هو جزء من المشكل، يعني برمجه الامتحانات وسط الوساطه هو جزء من المشكل. فيعني حنايا كنطالبوا لماذا هذه المقاربه اللي كديرها الوزاره، يعني اللي يعني حنايا كنحسوا كممثلين وكطلبه انها تحاول يعني فك او لا يعني لا تقلب على تهريسه بهذه العباره ديال الطلبه. طلبه اكدوا في السنه ديال دوره الامتحانات انهم يعني مصرين على المطالب ديالهم يعني والصفوف ديالهم موحده، وانه الحل غادي يجي يعني بالحوار الذي يشارك فيه جميع الاطراف، اساتذه، عمداء، ومسؤولين وزاريين، باش يعني نلقاو حل يحفظ الكلية العمومية ما تبقى من الكلية العمومية وينقذ التكوين العمومي. آخر شيء هو أنه 10 أشهر وحنايا خارجين للشوارع، وحنايا يعني برا المدرجات وبرا يعني المستشفيات الجامعية اللي هي المكان الطبيعي ديال الطالب، فهي يعني مؤسفة وحزينة وهي خسارة للطالب. باش مسألة الأزمة اليوم فرحنايا خاسرين، باش مسألة 10 أشهر ماشي سهلة، 10 أشهر راه كبيرة وكبيرة جدا وثقيلة على الطالب أنه يتحملها، لا نفسيا ولا كذلك من ناحية ديال التكوين ديالو. فإذا الطالب ضحى من أجل يعني منظومة صحية جديدة ومن أجل تكوين جيد، فمن يمد له اليد ويضحي كذلك ويعني ويقدم ولو القليل من وقته باش أنه يعني نحفظوا يعني الجودة ديال الخدمات الصحية في المغرب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.